طيب خلينا ناخد دكتور محمود عشان نطمن اكتر ومزيد من التفاصيل، مدير عام طبعا التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور محمود بونجور جدا، صباح الخير. صباح الفل عليكم، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. بنحب دايما تكون معانا في نهايه طبعا الاسبوع زي ما احنا متعودين عشان نطمن ونطمن الناس على الجو والاجواء في الويكند، بس لو انا مش غلطانه انا النهارده حاسه ان الجو كويس شويه عن اليومين اللي فاتوا، ونطمن برضو من حضرتك ونعرف الويكند اخباره ايه. اتفضل. هو بالفعل طبعا النهارده مستشارين اكتر بتحسن في الاحوال الجويه، في فريش ويند موجوده كده، هواء كده بيحرك، حركه الهواء دي بتقلل شويه من احساسنا باشعه الشمس اللي هي تعتبر اقل حده طبعا مع من بدايه الاسبوع. فالحمد لله الاجواء عادت الى مجاريها. طبيعتها. عادت الى طبيعتها الحمد لله، وبنستمتع بايام الربيع. مفيش ربيع؟ هو احنا لسه في الربيع؟ هو احنا لسه في الربيع يا دكتور؟ لسه ربيع. امال الصيف جاي امتى؟ يوم 22؟ يوم الثلاث. يوم الثلاث. يوم الثلاث. باذن الله يبقى فصل الصيف فلكيا. الحمد لله لغايه دلوقتي منخفض الهند يعني ما شفناش منه حاجه لسه بشكل كبير. انا بقلق من منخفض الهند ده والله. طبعا هو منخفض عملاق مركزه في شبه القاره الهنديه. صحيح. بيأثر على كل الدول اللي بيمر عليها وبيمتد حدوده الى مناطق من جنوب اوروبا وشمال افريقيا، وبيصل تاثيره اصلا وجنوبا طبعا الى السودان. فطبعا هو منخفض ضخم جدا، تأثيره حتى الآن في الجزيرة العربية بشكل كبير بيتسبب في ارتفاعات شديدة هناك في درجات الحرارة، وشفنا الدرجات القياسية اللي تجاوزت 50 درجة في بعض الدول. ده في الظل طبعا. لكن الحمد لله مجرد ما بيبدأ يخش على جمهورية مصر العربية بنقول فعلا فعلا ربنا حامي مصر بالبحر المتوسط والبحر الأحمر من هذا المنخفض القوي اللي بترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير. الكتل الهوائية بتكون داخلة شديدة الحرارة، بتصل فيها درجة الحرارة فوق 50 درجة، مجرد ما بتمر على البحر المتوسط والبحر الأحمر بتنخفض بشكل كبير هذه درجات الحرارة من 50 درجة في الظل إلى 35 36 درجة، لكن في المقابل بترتفع كميات الرطوبة كبيرة جدا في هذه الكتلة الهوائية كمان اللي بيزود إحساسنا بارتفاع درجة الحرارة عن 35 وال 34. بس ده كلام ده في شهر 7 وشهر 8 ده عز الصيف بقى. اللي هي بترتفع فيه نسب الرطوبه وتصل الى 90 و95% واحيانا الى 100% على سواحلنا الشماليه. فطبعا هذا المنخفض لسه الحمد لله احنا في فتره ربيع ما اثرش علينا بشكل كبير لغايه دلوقتي. فحتى بدايه فصل الصيف ان شاء الله تكون الاجواء في هذه المعدلات في درجات الحراره ما بين 33 و35 درجه كده على القاهره. وسواحلنا الشماليه ما بين 30 و31 درجه. انما المناطق الجنوبيه بتكون طبعا اكثر تاثرا بارتفاع درجه الحراره. جنوب البلاد بيصل الى 40 درجه احيانا خلال هذه الفتره. لكن ما فيش ظواهر جويه الحمد لله. يعني اول توقع او اول تاريخ يعني متوقع لارتفاع ملحوظ في درجات الحراره ونسبه الرطوبه بالنسبه يعني لمصر عموما؟ لا، هو طبعا حضرتك ارتفاع نسب الرطوبه المتوقعه في شهر 7 وشهر 8 هتكون بشكل ملحوظ، اكيد هتصل الى 90% نسبه الرطوبه وقتها، لان هيكون ده عز صيف جمهوريه مصر العربيه، وبيكون خلاص منخفض الهند الموسمي بقى مسيطر على منخفض السودان واندمجوا مع بعض طبعا، وبيكون هو المنخفض الاكثر تاثيرا في هذه الفتره. فمتوقع طبعا صيف هذا العام يكون قريب الشبه بصيف العام الماضي، درجات الحراره فيه اعلى من المعدلات من درجتين لثلاث درجات في المتوسط طبعا. فيعني 7 و8 هو ده يعتبر المتوقع فيه انه يكون اعلى درجات حراره ونسب. انت ليه زعلان؟ مش عارف. ما لا كريم متاثر. انا عرقت من دلوقتي اصلا يعني انت يعني اللي حضرتك حزين اللي الدكتور بيتكلم فيه بمنتهى البساطه ده معناه ان احنا داخلين على ايام ما يعرف بيها الا ربنا. بشكرك يا دكتور محمود. على كل حال شكرا ليك دكتور محمود. بس طبعا اطمنتي؟ انا اطمنت عشان نطمن حضرتك. طمنتي يا ترى؟ طمنت بالخمسينات اللي اتطورت في الحوار ده؟ احنا هنسمع خمسينات السنه دي. انا والله العظيم نفسي اتجمد لغايه الشتاء. انا بكره حاجه اسمها صيف، ومش بس كره عشان الحر، عشان الواحد ما بيبقاش والله هقرر نفسك هقعد اقوله كل مره لغايه لما تزهقوا. ما فيش اكسجين، ما في، مش عارفين ننام، مش عارفين نشتغل، مش عارفين نتحرك. يعني
ولا انا غلطانه ربنا والله. يهون، ما احنا ما قدامناش غير ان احنا نقول ربنا يهون. لا صعب 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 والله صعب.